اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، ونذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل الإشعارات. هل تخيلت أنك تستطيع إرسال رسائل إلى جميع أصدقائك بدون أي وسيلة اتصال؟ هل المخ البشري كما نعرفه مجرد وسيلة لإدارة الجسم والتفكير؟ هل فعلا هناك قدرات خارقة للمخ يستطيع بها أن يلغي جميع الحدود وينطلق بلا قيود؟ التخاطر أو التليباثي هو مصطلح صاغه فريدريك مايرز عام 1882، ويشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل إنسان لآخر، أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات من أي كائن واع آخر، وقد تكون هذه المعلومات أفكارا أو مشاعر أو غير ذلك. وقد استخدمت الكلمة في الماضي لتعبر عن انتقال المعلومة. إن الكثير من الدراسات قامت لسبر أغوار هذه الظاهرة النفسية والتي لا تزال في موضع جدال علمي، فالناقضون لهذه الظاهرة يقولون بأنها لا تملك أي نتائج متكررة ناجحة عندما تطبق في بحوث متعددة. وهذه الظاهرة شائعة الاستخدام في أفلام الخيال العلمي والعلوم الحديثة، ولكن بفضل تقنية التصوير العصبي صار من الممكن قراءة الأفكار داخل المخ. إن كلمة تليباثي هي من أصل يوناني، تعود لكلمة من مقطعين بمعنى التأثير عن بعد. ويعد التخاطر أحد مظاهر الحاسة السادسة أو الإدراك فوق الحسي، وللحاسة السادسة مظاهر أخرى مثل الاستبصار والمعرفة المسبقة. ويقول العلماء بأن أصل مفهوم التخاطر يعود إلى القرن التاسع عشر، بناء على ما قاله روجر لوكهرست. كان المجتمع العلمي غير مهتم بالعلوم، كان المجتمع العلمي غير مهتم بعلوم المخ قبل هذا القرن. وبعد التقدمات العلمية الكبيرة في مجال العلوم الفيزيائية، تم تطبيق بعض هذه العلوم لفهم الظواهر السيكولوجية الغريبة، وهكذا تم التمهيد لمفهوم التخاطر. فمفهوم التخاطر لا يختلف كثيرا عن ظاهرة وهم إتخاذ الأفكار أو انتزاعها من المخ. التشابه بين الظاهرتين ربما يشرح نشأة مفهوم التخاطر، وهو إتخاذ الأفكار أو انتزاعها، وهي من أحد أعراض انفصام الشخصية. بعض المرضى النفسيين المصابين بالفصام يعتقدون بأن بعض أفكارهم ليست لهم بتاتا، ويعتقدون بأن أحد البشر أو المخلوقات الأخرى وضعوا تلك الأفكار فيهم. هذا هو إتخاذ الأفكار. أما بعض المرضى الآخرين فيعتقدون بأن هناك أفكار تنتزع منهم نزعا. هذه الأعراض من الممكن تخفيف حدتها عبر المهدئات. هذه الظواهر قادت العلماء لتقديم مفهوم التخاطر أو التواصل عن بعد، حيث يعيش الإنسان في عالمين. الأول العالم المادي وهو الفيزيقي، والثاني العالم اللامادي وهو الميتافيزيقي. فأولهما معروف، وهو الذي تهيمن عليه الإدراكات الحسية كالسمع والبصر والتذوق والشم واللمس، ويطلق عليه أيضا عالم الحس. والآخر هو العالم الروحي، أو كما يحلو للعلماء تسميته بعالم اللاوعي، وهو الذي تهيمن عليه أبجدية غير معروفة إلى الآن، ويتخبط العلماء في فك رموزها. وبمعنى آخر، لو استعملنا مصطلحات البارسيكولوجيا فهو يعرف بعالم الاستشفاف، وهو العالم الذي تتجلى فيه جميع الظواهر الروحية والقدرات غير الحسية، وكلا العالمين يعيشان جنبا إلى جنب في حياة الناس، ويطغي بعضها على بعض حسب طبيعة الشخص ومقدراته الروحية أو الحسية، وطبيعة البيئة التي يعيش فيها والعوامل المؤثرة التي يخضع لتأثيراتها. فالتواصل مع الآخرين عن طريق التخاطر يحدث عندما يهيمن عالم الاستشفاف على عالم الحس، أي انخفاض قدرات عالم الحس وانكفائه، ولا علاقة بين القدرة اللاحسية من جهة
والذكاء والأمور الغيبية من جهة أخرى. رغم كل الجدل حول التخاطر، إلا أنه موجود في الحياة اليومية، ومعظم الناس إن لم نقل كل شخص قد اختبره. على سبيل المثال، حين يفكر شخصا بشخص ما، وبعد مدة قد لا تزيد عن دقائق يجده يتصل به أو يدق جرس الباب، أو قد يصله أخبار عنه، أو عندما تشعر الأم بخوف أو بتغير بدقات قلبها، وكأن أحدا أخبرها بمكروه ما قد أصاب أحد أولادها. والأمثلة كثيرة. ومع تطور المعرفة بعلوم الطاقة والبارسيكولوجي، أصبح من الممكن التحكم بظاهرة التخاطر وتوجيهها بشكل واع، وإرسال رسائل فكرية حسية بترددات من المشاعر إلى أحدهم، ومن ثم تلقي الإجابة بشكل ما عبر مجموعة من التمارين والخطوات، ومع الكثير من التركيز والصور الذهنية الواضحة، ومع درجات عالية من الاسترخاء. ويفضل أن يتم التخاطر عندما تكون السماء صافية وفي الليل، بحيث يكون الشخص المرسل إليه نائم وعقله اللاواعي في أوج عمله. أما نجاح الأمر برمته فيتعلق بالحالة النفسية للمرسل وإيمانه بنجاح الأمر. فلو كان يعمل على التخاطر كتجربة، فمن المرجح أنه لن ينجح فيه. أما لو كان على ثقة من نجاحه، فالإجابة لا بد لها أن تظهر حتى ولو تأخرت قليلا. والآن أعزائي المشاهدين، على ما يبدو أنه قريبا سوف نرسل لكم كل جديد من كل شيء عقليا عبر التليباثي. هل تظن ذلك؟ هل يمكن تحقيق ذلك في يوم من الأيام؟ اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات. نود منكم مشاهدين الكرام أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، ولا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.